بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله نبدأ نتكلم النهاردة على أزهار البيتونيا. أزهار البيتونيا من الحوليات الشتوية، طبعا ليها ألوان مختلفة جدا وجميلة. دي ممكن إن احنا بنزرعها عندنا، ممكن نزرعها في قصيص في البلكونة عادي بتشتغل، هي كده كده بتبقى موجودة في قصيص صغير. دي من الحوليات الشتوية بتظهر، والنمو بتاعها بيبقى كويس جدا في الشتاء. طبعا ما بتحتاج الجو يكون مفتوح. لازم ان احنا نهتم بموضوع الري جدا. ممكن تفضل معانا موجوده في الشتاء، بس ممكن في الصيف، بس هي مش هتظهر في الصيف، يعني هي بتظهر في الشتاء، تعتبر من انواع هي الحوليات اللي الشتويه. شكرا.